القصة ديال اليوم هي قصة مؤثرة جدا، ديال واحد الفتاة اللي كانت عايشة في واحد الدوار، الناس ديال الجبل، الناس ديال الشمال، فبغات تحقق واحد الحلم كيف ما البنات كاملين، وهو الزواج على سنة الله ورسوله. فبالفعل شافت واحد السيد هو كذلك عجبها وهي عجباته، فتزوج بها. انتوما عارفين تما البنت 18 عام 19 عام خاصها تزوج، فتزوجات. ومن بعد الزواج طولت المدة، وكما كتعرفوا في نفس الناس البادية كتقوى فيها الهضرة بزاف، علاش مراتك ما كتولدش، علاش ما ولدتوش حتى الساعة، نتوما شحال هادي نتوما مزوجين، دير هادي تشرب هادي تبخر بهادي، كثر القيل والقال. وهما عياو بالعشوب وعياو بداكشي اللي كيقولوا ليهم، يعني بزاف داروا بزاف تاع التجارب ولكن بدون فائدة. فاضطر انه يصارحها واحد النهار، قال لها سمعي يا بنت الناس، تيا مرا تبارك الله كاباب وكتخدمي، وانتم عارفين دوك الناس تاع الجبل يعني كاباب، يعني كيديروا العواد فوق ظهرهم، كيفيقوا الصباح بكري، كيضربوا تماره ما شاء الله وتبارك الله، تي ما شاء الله اي واحد يتمناك في دارو، ولكن العيب الوحيد اللي فيك هو انك تي ما كتولديش، وانا باغي الدراري، لهذا كيما تلاقينا خوت تفارقوا خوت. وفعلا نيت جا واحد النهار وطلقها. من بعد الطلاق هاد السيده قررت انها ما تبقاش باركه في الدوار، بحكم ان هاد الناس راكم عارفينهم شويه عندهم النفس، والدوار اللي فيه عارفينها مطلقه وعارفينها بانها ما كتولدش، ولا بقات تمايا ما عمرها غتعاود تزوج عاوتاني. وبالفعل هاجرات من هذاك الدوار اللي كانت زوجة وطلقات فيه، هبطات للمدينة، هبطات عند واحد خالتها تريح عندها، وفي نفس الوقت تمشي تقلب على خدمة، وما فيها باس إلا جا شي ولد الناس وعاود تزوجات به، لأنها إلا بقات في الدوار ما غتعاودش تزوج، لأنهم كلشي عارفها كانت مزوجة بهذاك خونا وطلقات منه بسبب الولاد. وبالفعل جلسات عند خالتها شي يامات او بالاحرى شي اسابيع. هاد خالتها كانت كتعرف شي وحده كتخدم في داك الناس اللي كيجيبوا العيالات اللي كيجيبوا السلعه من السبته اللي كيدخلوهم للداخل، شافت ليها معها، قالت ليها راه بنت اختي تخدم معاك وداك الشيء، بحكم ان هاد السيده هادي هاد بنت اختي هادي اللي جات من الدوار عندها بنيه جسميه قويه ما شاء الله، لانها كانت كتخدم في الجبل، يعني كتهز العواد والتماره وكذا، يعني غتجي هاد القضيه هادي سهله، هاد الناس هادو كيضربوا تماره ما شاء الله. فعلا نيت مشات خدمت معاها، بالفعل خدمات مع السيده تقريبا شي 6 شهور بحكاك، كتجيب السلعه من الشمال وكتجيبها لهداك السيد اللي كتعامل معاه، كتمشي خدام على راسها. وهذيك الفتره ديال الخدمه ديالها هذيك 6 شهور كتجيب السلعه من السبته للمدينه، تعرفت على واحد السيد حتى هو نفس الخدمه اللي كيدير، حتى هو كيجيب السلعه كيعاونها وكتعاونو، عجباته وعجبها. المهم كونوا واحد العلاقه ما بيناتهم لمده 6 شهور تقريبا. دخلت ليه راسو، قال ليها تي انسانه حادقه وعلى بال وتبارك الله عجبتيني وانت ظريفه، علاش ما نتزوجوش؟ هي بالفعل فرحات بأنها غتزوج به، ولكن ما قالتلوش بأن هي راه ما كتولدش، وقالت مع راسها ربما يكون الديفو من الزوج الاول ديالها يعني الطليق ديالها، وعسى وعسى هاد السيدة هذا نولد معاه. المهم تزوج بها، مع العلم ان هاد السيد هذا الزوج الثاني ساكن غير في براكة. المهم السيده تزوجات بهذا السيد هذا اللي هو اصلا حتى هو مطلق، يعني انسان مطلق، تزوجات به في هذيك البراكه، وهذيك البراكه كانت عارفاه في كي يسكن فيها. تزوجوا تقريبا لمده العامين، هاد العامين دازت غير خدمه، السيده كتخدم كتضرب تماره كتنوض بكري كتدي ميردي على راسها كتجمع الفلوس، والحاجه اللي جمعتها كتعطيها ليه بحكم انه راجلها ودايره فيه الثقه الكامله. السيد ملي شافها بحال ما هكا انسانه عمليه وكتخدم وكتضرب تماره وكتجيب فلوس كتعطيها له
السيد بحال تهاون وفي نفس الوقت طغى عليها، ولا مرة يمشي يخدم مرة ما يخدمش، أغلب الأوقات غير مريح في البراكة. فجات عنده وقالت له علاش انت وليتي ما بقيتيش كتخدم كيف الاول، يعني دابا شتيني انا كندير كنفعل. فقال لها انني مبلي بحكم انه مبلي بالسبسي وكيشرب مره مره وكيريح في القهوه. وقال لها انا راه واخا دابا صافي عييت هذا الله، وانا راني قابل عليك وختي ما كتولديش، وعرفها اصلا ما كتولدش، وتيا كل شيء في حياتي، وبقى كي انتيا كل شيء، انا اهم ليا تيا من الاولاد، وهو راه غير كيتلوعب عليها ما كاين حتى حاجه. وتا هي قالت مع راسها انا ما كان ولدت، شكون غادي يقبل عليا؟ اللهم هاد السيد هذا بعدا. واحد النهار هذاك البراكه فين ساكن، يعني هذاك الدور الصفيحي، حي كامل الصفيحي، جا المقدم باش واحد العمليه ديال الاحصاء. السلام عليكم. السلام، البراكه ديال من؟ ثم غتحيدوا من هنا، غنعطوكم بقاع ارضيه. ايه مزيان سيدي مزيان. المهم بداو كيخدموا، لان هذيك البقعه خاصه البنيان، خاصه قبل ما يبني وخاصه يمشي يكري، وراه تما تبنى الدار حيت غير خويو من هذيك البراكه. المهم السيده بدات كتخدم الدوبل، كانت كتحمل جوج مرات ولا كتحمل ربعه، يعني دارت جهد في جهدين. السيد تا هو جمع راسو ولا كيخدم مزيان. فعلا الناس بناو هذيك البقاعة بشوي بشوي، بناو السفلية بشوية بشوية شوية، بناو الفوقانية شوية، ضربوا المرطوب، بقاو مقاتلين تقريبا واحد 5 سنين تبناو هذيك الدويرة. المهم واحد النهار ملي تبنات هذيك الدار السفلية والفوقانية، جاب لها واحد الوراق، وبحكم انه عارفها ما قاريش، قال لها المهم انا راه تي تعذبت على الدار وخدمتي وفعلتي وتركتي، غنكتب لك الدار سميتك. قالت لي لا ما يمكنش نكتبوها بجوج، حنا بجوج نخدمنا وداك الشيء والتراجلي وهادشي، نكتبو حتى النص ورا النص. قال لها ماشي مشكل. مشى بقى كيخربق عليها، مشى كتب الدار في سميتو هو بوحدو. هنايا رجع للعادة ديالو القديمة، ما بقاش كيخدم ولا يخدم مرة مرة، واغلب الاوقات ما خدامش ولا عطاها غير للناس، ولا كي ما كيباش كاع اصلا في الدار. هنا السيده ولات كتشك، قالت له انت في كتغبر، وليت كتغبر يومين 3 ايام، عاد كتجي للدار ما بقيتش كتعمر معايا بزاف، وليت عاطيها غير على برا، وبقى كيعطيها غير في الاعذار الخاويه. انا هنا عند صحابي، انا بت عند هاد صاحبي الفلاني، انا هنايا انا هنايا. وهو فين كان كيمشي؟ هو راه كان كيمشي عند واحد السيده تعرف عليها عن طريق ترابندو، يعني الخدمه اللي كيجيب من السبت للداخل، هذيك الخدمه نفسها الحمال. المهم شي بانت ليه احسن منها وصغر منها وعجباتو، وما كتولدش كيما، او عفوا مراته ما كتولدش، وتا هادي تا هي مدخلتها هو في الاسباب اللي خلاته انه يمشي على السيده هذه. واش قال هاد السيده هاد اللي تعرف عليها مؤخرا؟ قال لها انا ربي داري وكل شيء، وعندي واحد السيده ما كتولدش، وغنطلقها عما قريب وغنزوج بك على سنه الله ورسوله. قالت له هاد السيده الاخرى ما كاين مشكل. فولا كيمشي عند مراته، هاد المراه الاولى هادي ديالو، ولا كيجبد معها المشاكل وكيختلق معها المشاكل. كيقولها لا انت ما غاديش تصالح عليا، لا انت ما كتولديش، زيديني الفلوس، مع العلم انه هو ما كيخدمش بزاف، هي اللي كتخدم. يعني السيده تقهرات بهذا المعنى هذه، صافي ما بقاش صابره ليه. ومع ذلك واخا ما بقاش صابره ليه، ولكن كتقول راه ما يقدر يصبر عليا حتى واحد لانني ما كنولدش. مشات كتخدم عادي على راسها. واحد النهار فاذا بها كتفاجئ بواحد المفوض قضائي كيجي يدق عليها، كيعطيها شي اوراق تمضي عليهم، وصل الاستلام ديال هادشي بحكم انها ما قارياش. قال لها هادي راه استدعاء ديال الطلاق المحكمه، يعني راجلك غيطلقك. السيده شنو نقول لكم، تصدمات واحد الصدمه اللي هي كبيره يعني بزاف. والسيده كان عايش معاه عادي، بناو بجوج الدار، خدموا على بجوج، كانوا بجوج، داروا شحال الحوايج، ما بين ليله ونهار غنطلقك. جا في العشية من الخدمة، سولات وقالت لي كيفاش البلان ديال الطلاق بالطلاق. قال لها وانا راني قلتها لك بانني غادي نطلقك، وانت ما بقيتيش صالحة ليا وداك الشيء. وقالت لي المهم دات معاها في المشاكل،
قال لا انت مقاتل الصالحه ليا ولقيت ما احسن منك ونجيب لا لاك وراكم عارفين ديك الحضره ديال شي واحد اللي بغى يطلق مراته. قال لها المهم انا غادي نسكن الفوق وانت تبقاي لتحت. هي النصاب يا الغدار بقات عليه في هاد الهضره هادي، تضحكتي عليا وديتي عليها رزقي وما نسمحش ليك. بحال ما كتبقى على الهضره شويه ويقول لها والدار اصلا راها ديالي انا ماشي ديالك انت، انا اصلا مسكنك في سبيل الله وغادي نخليك معنا هنا. يا السيده زادت سعرات من ورا الخبر تاع الطلاق، الخبر تاع ان السيد ضحك عليها في الدار. قالت لي ديتي لي فلوسي، ديتي لي خدمتي، ديتي لي مجهودي، كذا كذا من هنا. قال لها ايه ولا ما سكتيش غادي نجري عليك دابا. السيده وهي تشنق عليه، السيده ما صحيحه عليه وطويله وتبارك الله بنيه جسمانيه قويه. صافي ملي شنقات عليه هو ما رضاش، جبد واحد المميز عدو كي معاه هو كيضرب الكيف، جبدو داك باش كيقصص مع الدابزات معاه. كانوا هما اصلا ديك الساعه كانت كتسنى فيه، هو كان جاي طالع من الدروج هي فوق منو، بداو كيدابزو. طاحت فوق منو، حيدات ليه الموس، بقات عليه كضرب فيه بهداك الموس نيت مش عارفش براسها تبدات كضرب فيه. صافي بقات عليك بالضريب بالموس حتى توفى السيد. مشات غسلات يديها، ريحات واحد نص ساعة ولا ساعة، جابت الكراطة، جابت الماتيت، جافيل، مسحت كل شيء، قطع شدات الجثة ديال الراجلة، قطعتها مزيان، دارتها في الميكات. قالت أنا ما حمالة، كل مرة نهز طرف اللوح وفقنت راه ما يعيقوش بيا. المهم فين لاحت هذوك الميكات، ميكة هنا هنا هنا، كل مرة كتلوح ميكة. داي شي واحد قلب هذوك الميكات، لقى فيهم رجلين تاع بنادم، علم البوليس، جاو البوليس هزوا هذوك الطراف جمعوهم. وهي قطعته بحوايج يعني لاكارت ناسيونال باقي فيه، يعني شافوا العنوان جاو دار فلان، هاي جاو دقوا عليها. الشهود قالوا الجيران بان ديما كدابز معاه، داروا المعاينه ديالهم، لقاو لاطراس تاع الدم باقي في الزليج وداك الشيء. وهي اصلا اعترفت بما نسب اليه، يعني اعترفت بان هي اللي قتلته. هي في الاول كانت الضرب والجرح المفضي للموت، يعني القتل الخطا كيتم هذا يعني ماشي دون نيه احداثه، وانما بتقطيع الجثه وحملها وخرجها على برا كيولي السابق، كيولي الاصرار، كيولي الاصرار يعني كانت التهمه كتولي القتل العمد، وبالتالي تحكمات ب 25 سنه سجن نافذا.